الزباله هذه من نهار كاين هذا المجلس عمرهم ما شفتوا شي حاجه هنا. هذه الزباله هي السبب ديال هذه السوق كامله اللي تحرقت، هذا هو السبب ديالها. انا ملي جينا عند نشوفوا العافيه لقينا شعله بالزباله، كاين البرد بسرعه، كاين سرعه ديال البرد تحرق السواق كلها تحرقت. وزباله مدام سين عمري ما شفت بالزبل هنا. هادشي كتحمل المسؤوليه البلديه، هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال هادشي هذا. راه الناس كاين هنا راه ما غادي يعطي واحد 5 مليار ديال الدرهم ولا 6 مليار ديال الدرهم اللي ضاعت للناس هنايا، راه بزاف. وفين غيمشوا هاد الناس دابا كيقولوا لهم هزوا فين غيمشوا؟ هذا هو المشكل، ما عندهم بديل، ما عندهم حتى شي حاجه. انا وين غيمشوا؟ حتى شي حاجه ما وجدوها لهم. مده من 2006 ولا 2007 هما ديما يقولوا نحولوا السوق، ما حولوه ما حداوه ما كذا، كل اللي جا كيدير هاد البلا ديالو ويمشي بحال هكا ويجي اخر ثاني وشي حاجه ما كانت والو، ما كاين والو. كان فيه جامع ريبوه، كان فيه البير وشنا بير حنا بالمال ديالنا هاد السوق القديم هذا، ومشناه ودرنا فيه جامع ريبوه، كنجيبوا الماء من الديور ديالنا حنا، المراحيض ما كايناش، الضو ما كاينش، فهمتي؟ هادشي عشوي كلشي، ما كاين والو، عشوائي صافي، ولي سير ما كاين، لا المواطن لا الدولة، بحال بحال، كلشي بحال بحال، بحال المواطن بحال الدولة، كلشي داكشي ما كاين اللي يسير شي حاجة. طلبنا عليهم عايدات الهيكلة، فهمتي، في 2017، ردوا علينا السيد العامل قال لنا ماشي الاختصاص ديالي، السي حميد الشنوري، قال ماشي الاختصاص ديالي. جابوا دابا واحد البرنامج اللي راه كاين في جنة في القصبه المزار، بين القصبه والمزار، مازال داك الشيء ما تبنى، سنين متعدده هذه راه ما 4 سنين ولا 5 سنين ما تبنى، باش والو ما قالوا ما 6 الملايين ولا 7 الملايين لواحد ولا ما كاين والو، مازال راه ما كيتبنى داك السوق، راه قاعد هكاك وهادو قاعدين هما تحرقوا، ضاع عليهم رزقهم، باش غيخلصوهم دابا هاد الناس نيت دابا، داك الشيء اللي عنده راه كاين هنا مشات ليه 70 مليون هنايا، كنعرف انا السيد هنا مشات ليه 70 مليون، ما كاينش اللي ما مشات ليه هنا 10 12 15 20 30 ما كاينش، واش غادي يخلصوهم هاد الناس؟ يلاه اللي بين شوريت ليه باش غيخلصوهم؟ وكنشوف اخويا شو هاد الوضعية دابا اللي وقعت لينا دابا ديال هاد المشاكل هادو، كلشي مشى لعباد الله، كلشي ضاع. دابا الأسباب ديال هادشي راه هو هاد الزبالة اللي برا، هي اللي درت هاد الأسباب كاملين، لقاش حنا جينا في تقريبا واحد باش شعلت واحد نص ساعة تقريبا مازال ما دخلش الله في راي. وشوية كنتفاجأ ثاني لقيتها في هاد هنا عند الزرقطي، طفينا هذيك الحدا الزرقطي، شوية طلعت لواحد المحل هنا. ترون هاد الشيء الناس ما تتشدت والو، كاين المحل دابا اللي فيه 15 مليون ولا 20 مليون هي قليله، ما ثلاث مشات والو. واحد السيد ها هو كاين معنا هنا كيقول لي ابراهيم مشات لي واحد 70 مليون ولا 80 مليون ديال كارت مير. انا مشاو لي انا دابا 6 المحلات انا تحرقوا لي، الزنقه ديال البنوات عندي في البنوات تا هما مشاو، المحل اللي فيه لافيراي وكاينين الشاكات ديال عباد الله وكاينين الورق ديال عباد الله تا هما زادوا، اش غادي نقولوا لهاد عباد الله دوكا حنا لا هما. وهذا المشكل دابا ديال هاد الناس ثاني كانوا في الاول راب البير سدوا البير وريبوا الجامع وسدوا هاد المسائل، ما عندنا ضوء ما عندنا ماء. منين غادي هاد العافيه؟ شنو المشكل ديال هاد العافيه اللي عندنا حنا لداخل هنا؟ من 81 ودابا من 81 ما كاين حتى حاجه، ودابا راك كتشوفها انت دوك الناس راه كاين. انا بعدا انا الاول قصيت في ثلاثه المحلات ماشي مستفد من عند الدوله، انا شاري برزقي، وثلاثه المحلات دابا ردوهم قال لك لا استفاده فيها واحد. ودابا راه كاين بعض الناس هنا نيت معنا هنا واحد 34 ولا 33 ديال عباد الله، حتى هي راه ما مشاوش مع اصحاب السوق، فين غادي يمشيو حتى هما الله اعلم. اذا هذا هو التشرد معنى الكلمه، جابوها مع العيد، كاين اللي بيبيع دابا السلعه ديالو غادي يعطيها ثاني يدفعها في السوق، كاين اللي كيتسالوا 3 ملايين ولا 4 ملايين ما بقاتش عنده. وكاين واحد النقطة أخرى، هاد الناس دابا اللي غادي يدفع 4 ملايين منين غادي يجي بدرو؟ دوك راه واحد في الخروف دابا واحد في القسوة ديال الدراري، واش غادي نقول لك؟ لا لا الله محمد رسول الله، هادشي اللي عطى الله هو هذا، الله يعوض لهاد الناس كاملين، لا اللي برا ولا اللي لداخل كاع اللي ضاع الله يعوض ليه. وبحال هذاك كاميو دابا اللي كيتشارجا راه فيه 300 مليون ديال السلعة، هذاك كاميو دابا قاتله واحد 3 ملايين ولا 4 ملايين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لقينا شي ناس يتعاونوا مع هاد الناس، هاد الجماعات والعمالة والسلطة والسيد العامل الله ولا يجازيه بخير، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. أستاذ هادشي راه كثير، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هادشي راه نقول لك هو هذا، الله يعوض لهاد الناس، هما الناس راه ضاعت، كل شيء زاد.
لا محلات لا فلوس لا دراري لا عيد كبير لا كسوه لا والو. خلوا الله غن، خلوا عباد الله الله غن، ولكن الله اللي غادي يخلص كل واحد.